أخ حمد، أهنيك بتوليك رئاسة القمة، وبهذه المناسبة أقول لأخي عبد الله يعني 6 سنوات وأنت هارب وخايف من المواجهة، أخ معمر ما تخاف، بس بقول لك بعد 6 سنوات ثبت أنك أنت اللي كذب وراك والقبر قدامك، وأنت هو اللي صنعتك بريطانيا وحاميتك أمريكا. يا أخ معمر، فيه رؤساء يتكلمون حمد إلى ومن إلى من احترام للأمة، وأعتبر المشكلة الشخص الذي بيني وبينك قد يعني المشكلة الذي بيني وبينك قد